فيما يتعلق بتعيين الوزير روني الطرابلسي وهو مواطن تونسي يهودي الديانة على رأس وزارة السياحة، ربما كان من أهم المسائل التي أثارت الجدل والنقاش في الرأي العام. هناك إشكالات جدية تم طرحها حول تعيين هذا الوزير فيما يتعلق بكفاءته، لكن أيضا فيما يتعلق بتضارب المصالح بين شركات السياحة والطيران التي يمتلكها ومهمته كوزير للسياحة في تونس. أما ما أثير حول اتهام هذا الوزير بالتطبيع مع إسرائيل نظرا لأنه كان يقوم برحلات يجلب فيها يهودا تونسيين من إسرائيل لأداء حج الغريبة، سونيا بترن عليك تقول لي على مجلس النواب، مجلس نواب الشعب العمل الحكومي في اهم محاوره وخاصه منطلقا من تمسكنا بمنهج الحوار. الشعب التونسي يصبو الى تحقيق اماله. هدف الثمره حاطه على مكاسبها لتحقق، قادرين ان نحولوا قانون على الجميع دون تمييز ودون استثناء. الدولة العربية هي الدولة التي تعمل نقطة إلى حماية النظام الديمقراطي التعددي اللي تتناوى التوانسة بأنفسهم. لا تتحقق إلا على أساس الاتفاق على الأهداف. المشكلة ليست في يهودية السيد روني طرابلسي الذي أصبح الآن وزير السياحة، المسألة في أنه يؤمن بالتطبيع، والمسألة أنه يتردد على الكيان الصهيوني، والمسألة تتعلق بأنه يرى أن هذه المسألة تتعلق بالتطبيع خاصة في مجال السياحة إلى آخره، يرى أنها مسائل اقتصادية لا علاقة للسياسة بها. هذا رأي السيد روني طرابلسي وهو رأي ليس مخفي. الآن على كل حال بقطع النظر على كل هذا الذي قلناه ونددنا به في ساعتها عندما عرض على المجلس، الآن هو أصبح وزير لن يتغيق تراجع لهذه الأسباب. السيد روني طرابلسي وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية: أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها ونلتزم بالولاء لها.